انطلقت قبل أيام عدة تصفيات كأس العالم 2022 بمشاركة من المنتخبات العربية والعديد منها طبعاً في قارتي آسيا وأفريقيا، حيث حققت منتخبات عدة نتائج لافتة وصل بعضها لحد المفاجأة كفوز منتخب عمان على نظيره الياباني بهدف وحيد في عقر داره، في وقت إن نجح المنتخب السعودي بتخطي منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفازت مصر على أنغولا بهدف وحيد، وحققت كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا نتائج لافتة في طريق الوصول إلى المونديال. أفشه في مواجهة ماركيز، أفشه ولد جول أول أهداف محمد الدراجر بتمرير خطيرة تسديد تعود مغربية فرصة من الشاعر تصويب. العديد من المنتخبات العربية وصلت لكأس العالم سابقا، لكن مشوارها لم يكن طويلا في البطولة الأبرز. منتخبات السعودية والمغرب وتونس أكثر العرب وصولا لنهائيات كأس العالم بخمس مشاركات في تاريخها. الجزائر وصلت لنهائيات كأس العالم أربع مرات في تاريخها، كان آخرها في البرازيل عام 2014 وخرجت من الدور الثاني أمام المنتخب الألماني. مصر كان لها ثلاث مشاركات مونديالية وانتظرت نحو 28 عاما لتصل مجددا لمنافسات المنافسات الأشهر رياضيا عام 2018 في مونديال روسيا وخرجت من الدور الأول. أيضا وصلت منتخبات الكويت والعراق والإمارات مرة واحدة في تاريخها إلى النهائيات المونديالية. للمزيد دائما ينضم الينا هنا في الاستديو لطفي الزعبي. العادل صباح الخير. صباح الخير ولا شلونك؟ البرازيل يا الارجنتين وبرازيل المباراه تدخل الفريق الصحي في هذه الدقائق الاولى وبالتالي وقفوا المباراه لانه اربعه جايين في بعد مش رياضي مش يعني مسبوق لكورونا علاقه مسبوق كورونا بتصفيات كاس العالم. هلا اي دوله بتزورها فيها حظر 14 يوم اذا جاي من بلد موبوء. طيب بأمم أوروبا إنجلترا فاتحة الباب اللي رايح واللي يجي، هلأ بدوا يسكروا، منعوا اللعيب اللي هناك يروحوا على منتخباتهم. صلاح ما قدر يروح على مصر لأنه منطقة حمراء. لما فتحوا اللعيب الأرجنتينيين وقعوا على أوراق على مدخل البرازيل إنه إحنا إلنا 14 يوم طالعين أسبوعين فترة الحظر. هذه الأوراق طلعت مزورة وزارة الصحة أو غير دقيقة إنه مش مزبوطة. راحوا على الملعب، ميسي بيقول لك إلنا ثلاثة أيام بالبلد، تعالوا خذوهم يعني، بس ما تيجوا بآخر لحظة. كويس، أثناء المباراة دخلون هذول اللعيبة الأربعة، مطلوب القبض عليهم أو إنهم ما يشاركوا في المباراة حتى ما يذوا الآخرين، وصارت شكل غير مقبول يعني رياضيا. إنه احنا قاعد نشوف ما عمرها صارت انه اثناء المباراه. كان ممكن قبل المباراه يقدروا يمنعوا هذول اللعيبه من الدخول او المشاركه. التصرف ما كان لائق، لكنه اذا بدك تحكي في قانون وبدك تحكي في شيء صحي اكيد انه هذا الشيء جائز، لكن التنفيذ كان غير لائق او غير مناسب. ممتاز. طيب خلونا ننتقل شوي لآسيا مع المنتخب السعودي اللي هو طبعا ضمن مجموعة جدا قوية بتضم كل من استراليا، اليابان، الصين، فضلا أيضا عن فيتنام. وعمان حقق فوزه الأول على فيتنام تقريبا بنتيجة جيدة. بنفس المجموعة أيضا عمان حقق المفاجأة. طيب خلينا أحكي لك واحد واحد عشان ما ندخلهم مع بعض. بالنسبة للمنتخب السعودي، أولا أنت بتحكي عن أقوى دوري عربي وخليجي، بتحكي عن ناس
خبرة التأهل لكأس العالم حوالي 4-5 مرات، تحكي عن فريق، عن ثقافة الفوز موجودة عندهم. سالم الدوسري عندهم أسماء كبيرة، سلمان فرج عندهم فريق متكامل، فريق جيد. الآن أنت في بدر في هذه المرحلة، الفريق السعودي أنا بعتقد يعني أنت كنت متأخر بهدف مع فيتنام، بعدين قلب النتيجة للفوز بثلاث أهداف، هذا يعتبر شيء رائع جدا وشيء ممتاز. فلذلك هم فريق جاهز، فريق بإمكانه يتأهل، بإمكانه أنه يقدم شيء جديد للعرب. ودائما المنتخب السعودي بصراحة دائما هو في من مصاف في الدول المتقدمة من التسعينات للآن، حضوره ومشاركته في كأس العالم. بس عرف المدرب وين أوراقه، نقاط ضعفه، نقاط قوته في المنتخب. راح يظل في أخطاء لكن يتصلح، لكن المجموعة صعبة. اليابان واليابان والمفاجأة في دار اليابانيين. في دار اليابان، اليابان طول المباراة مستحوذين زي بعض الفرق ومحافظين على الكرة، بس بالآخر أجو عمان سجل هالجول بكل هدوء. كتاكا يا ماني. طيب هذه مفاجأة ولا أنه لا؟ هذه مفاجأة، بس شوف العمانيين رغم أنه فريق شاب، فريق جديد، ما فيش دوري توقف عندهم، ظروفهم صعبة. اليابان كمان عندهم مشكلة إنه هم بيعملوا إحلال وتجديد، يعني الفريق القديم بغيروه بفريق جديد. حلو. فريق الشباب موضوع الانسجام، لكن قادرين العمان، قادرين بس ما ينغروا بالفوز، ينتبهوا إنه هذا الفوز يعني انه واضح الجهد اللي بذلوه. نعم. طيب خلونا ننتقل شويه لافريقيا، نتكلم عن مصر اللي هي تغلبت على انغولا. الجمهور طبعا في السوشيال ميديا شاف انه الاداء مش كثير مقنع. ما نعرف شو السبب، هل هو غياب محمد صلاح؟ هم مش طايقين حسام البدري المدرب، بدهم يخلصوا منه، يعني راتبه 1000 مليون جنيه بالشهر، فبقول لك انه كثير، جيبوا لنا واحد اجنبي احسن، يعني بيظل الغريب احسن. وهذا راي الصحافه كلها واجماع اليوم. محمد صلاح المباراه الاولى غاب، المباراه الثانيه اجى، المباراه الاولى فاز 1-0، لما جه صلاح تعادلوا 1-1 وانطرد لاعب من عندهم. أداء صلاح ما كان لائق ليلة أمس أبدا، يعني مش هو تبع ليفربول، يعني صلاح جاي الأولى كان ممنوع يجي لأنه إنجلترا منعته أنه يجي عشان بلده، عشان موضوع الكورونا. هلا راح دايركت. نعم لازم نختم مع المغرب، فازت تونس، الجزائر وليبيا حققوا. شوف الجزائر في طبقة سريع. بعدين المغرب، بعدين تونس، بعدين ليبيا. هذول الثلاث مرشحين وهذول الثلاث ممتازين. الجزائر فريق مدرب عظيم، أوقف رياض محرز، أجا متأخر 5 دقائق عن التدريب، قال له على المدرجات تتفرج حتى يعلم درس للآخرين، مدرب صارم. فالجزائر فريق ممتاز وتاريخه بكأس العالم واضح. بالنسبة للمغرب فريق جيد، عنده مشكلة زياش والمدرب، عندهم شوية ظروف خاصة، لكنهم بيجوا بعد الجزائر الآن بهذه الظروف فنيا. تونس فريق متجدد وفريق قادر يشارك دائما، لكن بيجي دائما مرتبة ثالثة. ليبيا ظروفها صعبة. حلو. وأعتقد أنه أنت عطيتنا يمكن فيو كامل عن أغلب المنتخبات العربية بسرعة. أكثر منتخب ترشحوا للتأهل لمونديال 2022؟ آسيا السعودية أكثر منتخب، السعودية، عمان، ممكن شوي سوريا صعب. بالنسبة لأفريقيا بنحكي الجزائر، ثم المغرب، ثم تونس. حلو. مصر غالبا أنها مفروض تتأهل. نعم. أنا أرشحك أيضا. شكرا جزيلا. وأنا أرشحك. شكرا.